مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر سكايب من غزه نائب رئيس اللجنه التنسيقيه لمسيره العوده عصام حماد. اهلا بكم سيد عصام. بدايه، قتيل ومئات الاصابات برصاص الاحتلال في جمعه النذير، هل حققت الفعاليه اليوم اهدافها برايكم؟ رفع الحصار والاغلاق عن قطاع غزه قائلا انه لا ينبغي ان يقضي الناس حياتهم. سيد عصام، انا اسمع. تفضل. أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين الكرام. مسيرة العودة الكبرى انطلقت لكي تحقق امرا واضحا وصريحا، وهو اعلاء العودة وفرض الاحتلال على تنفيذ المادة رقم 9 من القرار 144، وبالتالي عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ارض وديارهم التي هجروا منها في العام 1948. طيب، بالتوازي مع الفعاليات في فلسطين، شهدت العديد من العواصم العربية والإسلامية والأوروبية مسيرات جماهيرية حاشدة دعما لمسيرات العودة، إلى أي مدى ترون أن القضية عادت إلى أولويات الشعوب بعد تراجعها، طبعا تراجع الشعوب لانشغالها بهمومها؟ بالتأكيد هي طبعا القضية الفلسطينية والتي أصلها أصلا قضية لجوء تأثرت بشكل كبير مع المتغيرات السياسية الموجودة في العالم العربي، ولكن هذه المتغيرات يجب أن يقوم الشعب الفلسطيني بعمل ما باتجاه أيضا حماية حقوقه وثوابته التي يتم الاعتداء عليها من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل الواقع العربي للأسف المحترق. ولذلك بدأت قضية مسيرة العودة الأخرى لإعادة وضوع القضية الفلسطينية وعادة إلى حيث يجب أن تكون، ولف نظر الإجماع لأمرين. الأمر الأول هو أن لا يجب على الإطلاق أن يستمر هذا الظلم على مدار 40 عاما، ونحن ننتظر تطبيق قرارات المتحدة هذا أولا. والأمر الثاني، لا يجوز مطلقا تم الإغلاق على شعب 1 مليون شخص داخل مساحة صغيرة جدا 365 كيلومتر مربع، منهم من الماء والشرب، ومنعهم من التنقل، ومنعهم من الحياه الكريمه، ومنعهم من الامل على الاطلاق، ثم الانتظار هذا الشعب البقاء كالدجاج او الخراف. ما هكذا عرف عن الشعب الفلسطيني على الاطلاق. الشعب الفلسطيني شعب حي وشعب يقف وراء ثوابته ويقف وراء حقوقه ويضحي ايضا، ولا بد كان لابد في هنا في 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 مسيره العوده الكبرى ان نلتفت لهذا الحق، وأن نقلب الطاولة في وجه الجميع، وأن نعيد تموضع القضية الفلسطينية، ومن ثم نحن متأكدون بأننا يعني إذا سمحت لي سيد عصام بهذه النقطة تحديدا، بصراحة ولا يمكن التقليل من قيمة المسيرات ويعني فعاليتها، ولكن مع استمرار الاحتلال بانتهاكاته، هل ترى أن تصريح يحيى السنوار بأن خيار السلاح متعلق بممارسات الاحتلال الظالمة سيذهب بالحراك لمنحنى جديد في الأيام القادمة، ربما يمكن القول بأنه سيتحول من السلمية إلى يعني قد يكون مسلحا ربما؟ بالنسبة لحراك مسيرة العودة، هو يختلف عن المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني كشعب تحت الاحتلال هو مشروع له بالقانون الدولي مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل بما فيها الوسائل المسلحة. أما بالنسبة لمسيرة العودة الكبرى، مسيرة العودة الكبرى حينما انطلقت في 30 مارس كان قد سبق هذا الانطلاق اعلان المبادئ العامه لمسيره العوده الكبرى، وفي ضمن المبادئ العامه قد اقرت الهيئه الوطنيه العليا لمسيره العوده الكبرى وكسر الحصار واللجنه التنسيقيه الدوليه معا ان هذه المسيره ستتخذ الوسائل السلميه وفقط الوسائل السلميه، ولذلك ستستمر مسيره العوده الكبرى باستخدام الوسائل التي اعلنت داخل وثيقه العوده الكبرى، ولن تنجر الى المربع الذي يتقنه الاحتلال، لان هذا مربع اكثر مسيره العوده سيكلفنا الكثير من الضحايا والبنيه التحتيه لقطاع غزه، ولن ان نحقق فيه اكثر مما حققنا في السابقه، ويكون مجديا على الاطلاق. اما الاستمرار حتى الاستقرار السلمي ولو ان نتائجه تاتي على بطء، ولكن سيقودنا في النهايه بالتاكيد الى طيب استعداد حقوقنا المشروعه والاعتراف بها. سيد عصام، على المستوى الدولي، الأمم المتحدة وصفت ما يحدث في غزة بالظلم الذي يجب أن يرفع، هل تتوقع الأوساط السياسية تحركات من خلال الأيام القادمة مع اقتراب
نقل السفارة الأمريكية للقدس برأيك؟ يعني هل ربما يكون هناك تحركا دوليا ربما؟ لا لا نعتقد ذلك. أنا خلال 3 أيام أو 4 أيام ستنقلب الموازين. لا لا لا، ما هكذا ننظر إلى الأمر. ننظر إلى الأمر أن هذا الحراك السلمي هو حراك فاجأ الجميع بأن الشعب الفلسطيني يستطيع أن ينهض من مصدر الرماد، ويستطيع أن يقلب الطاولة ويغير الموازين. ولكن هو يدرك جيدا هذا الشعب بأنه سيغير الموازين وفق التحالفات الدولية والاتفاقات مع القنوات الحقوقية، المؤسسات الحقوقية والمواقف الدولية والدبلوماسية. وهذا الأمر سيأخذ بعض من الوقت، ولكنه في النهاية يقود إلى إعادة تموضع الفلسطينيين. هنا أذكر بأن الانتفاضة الفلسطينية التي انطلقت عام 1967 قد تم الالتفاف عليها حينما بلغت ذروتها في سنة 1990 بمفاوضات السلام التي انتهت بمسيرة أوسلو، لأن دولة الاحتلال بدأت تفقد جزءا كبيرا من أحقية وشرعية وجودها، وبدأت الانتفاضة تعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدولية من جديد. وهنا يجب أن يحدث نفس الشيء. نحن لسنا على عجل، هذه القضية تعاني منذ 70 سنة، نعاني من هذا التشرد واللجوء، ومنذ 100 عام ونحن نعاني من تغول المجتمع الدولي على دولة فلسطين، على فلسطين الأرض التاريخية. ولا بد لنا، وقد قررنا الإطلاق والتعود الكبرى في 30 من مارس الماضي، أن يكون لدينا القدرة على الوقت الطويل، ومن ثم نستطيع أن نحصل على المواقف العربية أولا، والموقف الفلسطيني الداخلي بدأ يتشكل بشكل أفضل، ومن ثم الموقف الدولي. سيد عصام حماد نائب رئيس اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا لك.